انك الفن مش شرط تكوني بتقدمي شيء جميل وله قيمه فيقدرك الاعلام، لا، الموضوع موضوع تاني خالص، ليس له صله بما تقدمي من قيمه ومن فن. طب ايه السبب في كده؟ يعني احنا بنشوف نجوم كتير على الساحه الحقيقه ما يستحقوش البريق اللي هم فيه او ان هم يكونوا يعني في الصفوف الاولى، في حين ان احنا بنلاقي بعض المطربين اللي بيكون عندهم موهبه كبيره وقدر كبير جدا من الصوت الجميل، لكن تقريبا مختفين ومش موجودين على الساحه. شايف المقاييس الغناء ايه؟ معاييرها ايه؟ اختلفت كتير. انا شايف المقاييس الاعلام عندما يهتم بكل ما هو جيد فيتسابق الجميع في ان يقدمه كل ما هو جيد. ده صحيح أكيد. عندما يهتم بكل ما هو تافه ورديء فيتسابق الجميع في ان يقدموا الشكل التافه، ان هو ده الشكل المطلوب اعلاميا وفي السوق. هو طبيعي كان الاشكال دي موجوده اصلا طول عمرها في الفن، عشان بقول لك زمن الفن الجميل. ليس هناك زمن فن جميل الا عندما يعرض في الاعلام الذي يصل الى الملايين الفن الجميل. فاذا لم يعني الاعلام بيذيع فن ليس بقدر قيمة هذا البلد، مصر عظيمة قوي. أكيد. مصر فيها مليئة بالفنانين، مليئة سواء شعرا وألحانا وغناء وأصواتا، بس للأسف ما بقاش ده موجود على الساحة دلوقتي عشان الإعلام يتحكم فيه، وبعض الرعاة اللي بيتحكموا في شكل الفن اللي هم بيدفعوا فيه فلوس. فبالتالي إما أن أنت تخشي في هذا الشكل، وأنا شايف أنها فتنة من الله سبحانه وتعالى أن يخلي يشوف مين يثبت ومين يقلب. أنا دي وجهة نظري. لا يعني أنا الحقيقة لو هتكلم مثلا عن المطربين المصريين، أكيد زي ما أنت قلت في شعراء ومطربين وموسيقيين على مستوى عالي جدا، بس للأسف حصل تراجع للمطربين والفنانين المصريين، وحصل دلوقتي إن الفنانين العرب احتلوا الصفوف الأولى وفعلا بقوا النجوم رقم واحد، والحقيقة إن عدد كبير جدا منهم، لكن في حين إن المطربين المصريين حصل نوع من التراجع. إعلان يجمل ما لا يستحق. يعني هل التسويق بره أفضل مننا؟ ده إحنا مصر أم الدنيا، بلد الفن. لا، مصر أم الدنيا بما تقدم. ما فيش حاجة اسمها مصر أم الدنيا كده على طول. يعني شوف جدودك في قبورهم للنهار، من جمودك كل عظمة بتستجار، فين أثارك اللي دنست الأثار، دول فتولك مجد وانت في الطعار. ده سيد درويش قالها في ثورة 19. مصر تبقى عظيمة، مصر تبقى عظيمة بما تقدم من أعمال عظيمة. مصر تبقى عظيمة بولادها. أنهي ولاد؟ الولاد التافهين والولاد اللي هم يستحقوا أن يحملوا اسم هذا البلد. بس برضه حصل نوع من الصحوة ما نقدرش ننكرها في بلدنا. لا، الناس مش الصحوة، هي الناس بتلاقيها أي شيء بيصل إلى قمته يبتدي ينزل، وأي شيء يصل إلى أدنى مستوى يبتدي يطلع. فإذا وصلت في الانحدار والانحطاط إلى أدنى مستوى وإحنا وصلنا له، يبتدي الموضوع يطلع تاني، فالموضوع ده الموجة دي تنتهي ويبتدي الناس ترجع. اسألي مثلا في شركات الاتصالات هتلاقي الأغاني القديمة تبتدي يبقى لها طعم والناس تبدأ تسمعها، لا يبقى لها دخل أكبر، نتيجة إن خلاص الناس دي الحاجات دي غصب عنك، أما الزبد فيذهب جفاء. لكن أنا شايف إنك طول ما أنت بتقدمي قيمة من الفن، وهذه القيمة قد تكون مرفوضة من الإعلام الذي يتحكم فيه بعض الناس، صدقيني الناس بتبقى عارفة كويس قوي من هو الفنان الصادق واللي بيقدم شيء محترم، ومن هو الفنان اللي هو بياكل عيش. أنا شايف يعني حتى الحاجات الشعبية، لما تيجي تشوف الحاجات الشعبية الناس كانت بتغني إيه زمان؟ يعني شوفي عدوية هجموه زي زمان، ودلوقتي يعتبر يعني عدوية لما عمل الساحة الدحنبو، هنشوف الساحة الدحنبو دي شهرة عدوية. الوش التاني بلبل وطار في الهوى من بعد ما ربيته، خان الوداد ليه ده كان دبلان وحييته. الحق عندي انا اللي مسكت جناحه وقصيته، ياما نصحته كتير بلبل وهديته، بكره يذوق الندم ويكون العش انا هديته. الله. كلام له معنى عظيم جدا جدا جدا، بس صياغته الصياغه الشعبيه اللي هي بناخد الامثله بتاعتنا لكل الدنيا. ما احنا عندنا كمان عنصر المهرجانات الشعبيه اللي انتشرت بشكل كبير قوي. بصي انا شايف ان هي بيحملوا الموضوع اكبر مما يستحق. يعني المهرجانات الناس دي بتاكل عيش بس، ما بتقولش ان احنا بنقدم شكل من الفن هو ده الفن الذي يرفع اسم مصر عليا. الناس دي بتشتغل، بس انتشرت الفرق دي جدا، تنتشر يعني اوكا واورتيجا، تنتشر في الافراح والليالي الملاح، ناس عايزه تفرح وعايزه ترقص، لكن ليس هو معيار الفن عندما نقيم الفن المصري فنقول المهرجانات. الناس دي بتاكل عيش وعايشه حياتها وناجحه وربنا يكرمها في الافراح
ده شكل من الفن. مش معقول نخلي ان كان الفن المصري اقتصر على اوركا اورتيجا او هذا الشكل. لكن هم بيختاروا معاني ومحققين نجاح. ده حقيقي. بعدين نيجي نقول للناس اصل الناس مش عارف ايه وتقول. طب ما انتوا اللي بتسمعوا وانتوا اللي بتعملوا لايكات وانتوا اللي بتتفرجوا وانتوا ما انتوا مشاركين. تفتكر ان دي بقت ثقافه بلدنا؟ لا. ما هو في النهايه يعني الفن انعكاس للواقع. انعكاس للواقع. احنا مرينا فتره صعبه جدا. طيب الفتره دي مفروض يعني تخرج اغاني وطنيه عظيمه، بس لو هنيجي نقيس هنلاقي عدد قليل جدا حتى من الاغاني الوطنيه اللي علمت مع الناس. طب وانت لما تعملي رجوله ولادك في وش اللي خان سفينه نجاتك لبر الامان، طب نسمع وصرخه وحوشك نسمع. معاهم جيوشك تبيض وشوشك في ارض الميدان، قلوبهم سليمه ما تعرف هوان وفيهم عزيمه وفيهم ايمان، في عز الكوارث ولادك فوارس وربك ده حارس حدود المكان، بلاش موت شهيدك يخلي الجبان يهدد عيونك ودمعك يبان، ولادك في ظلك وعزك في ظلك محدش يذلك لاخر الزمان. هذا الكلام عندما تقدميه للابطال اللي بيضحوا بانفسهم في سبيل هذا الوطن ولا يذاع، تقولي ايه؟ ده اعلام ايه ده؟ ده اعلام ايه اللي بيختار المعاني اللي هو عايزها؟ مش المعاني الكويسه، لا، الاشخاص اللي زعلهم. لكن المعاني ويتجاهلوا المعاني العظيمه اللي هي تجعل هؤلاء الابطال نموذج يخلي كل ضابط شرطه وكل ضابط في الجيش وكل عسكري يبقى يتمنى ان يضحي في سبيل هذا الوطن. طبعا لما تتجنب الاشاده من مين؟ من اشاده من واحد كان ضدك لما كنت بتضرب الاولاد. يعني شهاده من واحد لم يكن منافقا طوال حياته ولا مرائيا، ده انا بشكر فيك عشان انت تستحق لما يكون عقيد طالع يتقتل في كرداسه قدام الضباط بتوعه، ده يستحق الناس تغني له. ما ينفعش ان احنا نبقى احنا بندفن راسنا في الرمل ونتكلم نقول والله الاغاني مش عارف ايه ولا ده. في فن عظيم بيقدم في مصر وفي اعلام يتجاهل هذا الفن العظيم الذي يقدم في مصر. طب عايزين نسمع بقى اغنيه من صوتك، عشان عايز انا اطلع فاصل، بس مش هطلع فاصل غير لما اسمع منك كلمه حلوه. غنوه جميله. قلوبهم سليمة ما تعرف هوان وفيهم عزيمة وفيهم إيمان، قلوبهم سليمة ما تعرف هوان وفيهم عزيمة وفيهم إيمان، في عز الكوارث ولادك فوارس وربك ده حارس حدود المكان. جميل جميل. هطلع فاصل وهنرجع.